هرجع حضرتك مره ثانيه استاذ محمد، الهيئه العامه للاستعلامات يعني مع كل موقف مع كل هجوم على الدوله على طول بيانها بيكون حاضر بتخاطب، وكان ده بكلامنا ما نكلمش نفسنا نكلمهم هم، فده الحمد لله بقى موجود. دوركم ازاي اشتغلتوا مع الوفد وشايف الموضوع ازاي؟ وحضرتك قبل حتى الهيئه العامه للاستعلامات انت كنت برضو في واحده من المنظمات الحقوقيه وعارف الشغل بيتم باي شكل. صحيح، انا قبل ما اروح الهيئه كنت في المنظمه المصريه لحقوق الانسان. كنت مدير وحدة العلاقات الدولية هناك مع الدكتور حافظ أبو سعدة طبعا أستاذي يعني. طبعا الهيئة العامة استعلامات قررت في الفترة الأخيرة أنها تتخلى عن، والدولة المصرية كلها بصراحة، عن فكرة رد الفعل ويبقى فيه يعني برو أكتف أكشن أو الفعل المباغت يعني. أيوة في هذا الأمر، لأن الحملة ضد مصر باسم حقوق الإنسان اشتدت جامد جدا الفترة اللي فاتت في الثلاث أربع سنوات اللي فاتوا يعني، من قبل حتى الاستعراض الدوري السابق الاستاذ سعيد اتكلم عنه. الهيئه كان لها دور اساسي طبعا في دعم اللجنه اللي بترأسها سياده الوزير عمر مروان في دعم اعمالها، وكمان عملنا اصدارات كثيره متعلقه بتسليط الضوء على ابرز ما حققته مصر في حقوق الانسان في مجالاتها الخمسة اقتصادية. معلش ممكن نتكلم في دي شوية، لأن البعض بيختص حقوق الإنسان بس في الحقوق السياسية. طبعا احنا حقوق الإنسان وإزاي مصر اشتغلت عليها وإزاي فنتوها. احنا عندنا يعني وفقا للعهدين، وأستاذ سعيد أستاذنا عارف طبعا هذا الكلام، حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية. فلا يجوز أن نقتصر حقوق الإنسان في المدنية والسياسية فقط، وهذا ليس معناه أن دي حقوق مش مهمة، دي حقوق طبعاً سامية طبعاً. ولكن حقوق الإنسان تؤخذ في كلياتها مجملها. ولا تؤخذ جزئياً يعني. ومع ذلك احنا حتى ممكن أفاجئ حضرتك، احنا حققنا نجاحات في الحقوق المدنية والسياسية يعني. على سبيل المثال في التقرير الوطني اللي مصر عرضته وزارة شؤون مجلس النواب والوفد الرسمي هناك، لأول مرة في أرقام عن الناس اللي اتحاسبت لارتكابهم جريمة التعذيب، دي لأول مرة تحصل على سبيل المثال، وده بيرد على كل الإدعاءات الكاذبة اللي بتقول إن مصر فيها مصطلح الإمبيونيتي أو الإفلات من العقاب. فأصبح إن ده إثبات قطعي إن تقريبا كان 200 وحاجة تعودوا للمحاكمة الجنائية وأكثر من 300 للتأديب الشرطي. فده بينفي فكرة كلام في إفلات من العقاب وإن جريمة التعذيب بتمارس في مصر يعني بصورة منهجية، طبعا ده كلام مش مظبوط يعني.